والمعروف أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات مشركا، والشفاعة للمؤمنين، وما في شفاعة لمشرك أصلا. العلماء قالوا إلا شفاعة واحدة مستثناة واحدة لعمه أبي طالب، وأبو طالب شفع له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان منه من الدفاع عن الإسلام والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه. روى البخاري عن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ عمك أغنيت عنه شنو؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: إنه في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، وقيل الضحضاح نعلان من نار يلبسهما أبو طالب يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يغلي الدماغ. قال عليه الصلاة والسلام: وهو أهون أهل النار عذابا. نعوذ بالله، أهون أهل النار عذابا. توضع له نعلان من نار تغلي منهما في رواية أم دماغه. سبحان الله، هذا أبو طالب. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في النار. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب كان يعرف الإسلام ويصدق بالإسلام، بل ويقر بأن دين الإسلام أفضل دين. وما منعه من الإسلام إلا خوف الملامة. ودي مشكلة يا أخواننا، كثير من الناس يمتنع من الالتزام بشرع الله خوف الملامة. يقول لك الناس يقولوا عنه شنو؟ داير هو يعمل دين. كثير من الناس يا أخواننا دايرين دين برد الناس، داير يعمل الحاجة اللي بيحمدوه بها الناس. عشان كده أبو طالب ما منع من الإسلام إلا خوف الملامة. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خايف من شنو؟ يعيبوه. يقول: لو تركت دين آبائك ودين أهلك وتابعت دين محمد، خايف من هذه الكلمة. لذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس وعلى إيمان الأمة. جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعنده آنذاك اثنان من أصدقائه. ولذلك العلماء قالوا: انظر إلى شؤم صديق السوء. اثنين قاعدين جنبه، واحد منهم أبو جهل الحكم ابن هشام، عمرو بن الحكم ابن هشام أبو جهل فرعون الأمة، والثاني عبد الله ابن أبي أمية. وعبد الله ابن أبي أمية كان الوقت ذاك مشرك، لكن بعد ذاك أسلم واستشهد في غزوة حنين. كانا معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المعاول الاثنين ديل قالا له:
ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك الدين اللي جينا من زمان عند أبواتنا تخليه تباردة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعدت عليه ثاني كررت له قال فأعاد عليه مرة ثانية فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال له ما تستغفر له ولا تدعو له. سبحان الله يا إخواننا زول بدافع عن الإسلام ويذوب عن الإسلام ويصدق بالإسلام لكن ما قال لا إله إلا الله. ولذلك العقيدة ما فيها مجاملة يا إخواننا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع في عمه اللي دافع عنه واللي وقف معه واللي ناصره قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى بالغا حتى مات أبو طالب في السنة العاشرة من النبوة. بعده لاحظ معي توحيد ما عنده الله ما يقبل فيه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لما تستغفر لذاته. لاحظ لما مات أبو طالب وهو والد علي رضي الله عنه. شوف يا أخواننا الدين ده فرق كيف. شوف العقيدة دي في القلب بتميز الناس كيف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه وهو مشرك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود وابن خزيمة عليهما رحمة الله قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. سبحان الله ما زي كثير مننا الليلة تأخذ عاطفة الأبوة فيجامل في دين الله. علي بن أبي طالب ما جامله ما قال له أبوي ولا قال له ده كان بيدافع عن الإسلام لا 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 ده مشرك. قال إن عمك الشيخ الضال قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فواره أمشي أدفنه. علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك مشرك أدفنه. قال اذهب فواره. مشى علي بن أبي طالب دفنه براه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دفنه ولا شارك في دفنه ولا دعا له. لذلك أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء أن من مات مشركا لا يجوز أن تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة والشفاعة لا تجوز للمشركين. سبحان الله ما أجمل عزة العقيدة ما أجمل التوحيد الذي يفرق بين الوالد والولد. توحيد فرق عشان كده في ناس يا أخواننا دايرين دين ما فيه تفرقة كل الناس سواء المشرك والموحد والمبتدع والمجرم والعاصي والفاجر دليلهم كلهم سواء. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك هذه الشفاعة يا أخواننا واحدة براها خاصة ما في تاني مشرك بلقى شفاعة كما قال تعالى في سورة الشعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.